يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في الأول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. من القاهرة نبدأها وفيها درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20 والجو فيها مائل للحرارة. في الإسكندرية 28 19 والجو فيها أيضا مائل حرارة. في مطروح 26 17 والجو فيها معتدل. في بورسعيد 27 22 معتدل. وفي الإسماعيلية 28 17 الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة تشير إلى 28 درجة والصغرى 18 درجة وفيها الجو مائل للحرارة. في العريش 27 17 الجو فيها معتدل. في طابة 28 20 والجو فيها أيضا معتدل أو مائل للحرارة. في شرم الشيخ 32 23 حار. وفي الغردقة 32 22 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 35 درجة والصغرى 22 درجة والجو فيها حار. في أسوان 35 23 الجو حار. في الوادي الجديد 34 18 الجو حار. في شلاتين 21 23 والجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 29 23 والجو فيها مائل للحرارة. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.